أقول أنه لم يكن أبداً ولن يكون من سياسة مصر حتى في أحلك الأيام أن تمد يدها إلى أحد. لقد مددنا أيدينا فقط، ونحن نضع أرواحنا على أكفنا فداء للأمة العربية كلها. لقد مددنا أيدينا فقط، ونحن نضع أرواحنا على أكفنا فداء للأمة العربية كلها، وانتصارا لكرامة الأمة العربية كلها. والشعب الذي أعطى روح أبنائه لا يتطلع أبداً إلى عطاء من أحد.